وسهلا فيكم مشاهدينا مرة ثانية، وصلنا احنا وياكم للفقرة اليومية اللي هي الفقرة الرياضية، واليوم معنا الكوتش هالة قلعجي راح تحكي لنا عن تمارين البيلاتس. اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات فقرة رياضية، معكم الكوتش هالة قلعجي من بلجم. يمكن مرات سابقة حكينا عن البيلاتس، هو نوع من أنواع الرياضات اللي اخترعها واحد اسمه جوزيف بيلاتس. هاي اخترعها للمساجين لأنه كانوا قاعدين ما بتحركوا، فطلع لهم نوع رياضة ما بتحتاج أدوات وما بتحتاج مساحة إنك تقدر تمارس هاي الرياضة. فكتير هاي الرياضة ظلت معتمدة لأنها تعمل إعادة تأهيل للجسم، بتقوي الجسم وبتناسب كل الأعمار كل الأوضاع الصحية. من الأشياء اللي اخترعها جوزيف بيلاتس للرياضة البيلاتس اللي هو الرينج، اسمه بيلاتس رينج أو ماجيك سيركل، أو عبارة عن دائرة فيها حديدة من جوا إلاستيك بنقدر إنه نضغطها ونشدها. فينا إحنا نحاكي هذا الحكي بالبيت، وإذا ما عنا إياها بنقدر نجيب أي بالون تاب شوي، بنقدر إنه نعمل نفس الحركات تاعت الرينج فيها. أوكي، فهلأ بدي أفرجيكم التمرينات اللي بنقدر نستعمل فيها البيلاتس رينج أو الماجيك سيركل. التمارين اللي بنعملها بالبيلاتس رينج اللي شرحت لكم عليها، أول تمرين بنعمله بنمسك الرينج بين إيدينا. مسكة الرينج لازم تكون مش ضغطين على عليها بإيدينا، بس هيك فتحين، ولازم الإيدين تكون soft elbows، حركة دائرية مع الكتاف، مريحين كتافنا، وطبعاً دائماً الابتسامة على وجهنا عشان إحنا مستمتعين بالرياضة، وإجرينا محطوطين هيك، ننزل 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 ولا دمنا نطلع قد ما بنقدر، شوي 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 شوي، اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هاد ليش أنا حاطة الرينج بين إيدي وأنا عم بعمل هذا التمرين؟ عشان أحافظ على ثباتهم بنفس الموقع، ما يضلوا رايحين جايين. فأنا هيك الموقع اللي حطيته فيه ثابت، وأنا طالعة وأنا نازلة وما بتغير. ثمانية تسعة عشر. أوكي، هاي خلصنا أول تمرين. ثاني تمرين مد إجر، والثاني بنحط فيها الرينج، نعمل بول قد ما بنقدر، نسحب إجرنا، نعمل بالسس صغيرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بس بهذا التمرين لازم نتأكد إنه الظهر ملامس كل الأرض، ولا في تقويس ولا شوي بال، والحوض دائما ثابت على الأرض ما بتحرك، والإيد الثانية بتيجي هون، وبناخذ الإجر قد ما بنقدر للسايد. 1 2 3 4 5 6. نعمل حركات البيلاتس شوي شوي عشان نكون واعيين للحركة اللي عم نعملها، لأنه البيلاتس بتحرك العضلات الصغيرة اللي بالجسم. مش مهم السرعة، المهم التكنيك يكون صح، نكون عم نشعر بجسمنا، نكون نفسنا برضو حاسين فيه وإحنا عم نعمل إنهيل وإكسهيل. منقيم الرينج ونريح هاي الإجر، منحط الرينج والإجر الثانية، منسحب. 1 دهر ملاصق بالأرض والحوض ثابت، اللي بتحرك هي الإجر والإيد. 7 8 9 10. أوكي، هلأ للجنب. 1 2 3 4 5 6. إذا ما عندكم إياها بدكم تعملوا هذا التمرين، فيكم تربطي بشكير وتمسكوا إجركم بإيدكم وتعملوا هذا التمرين، ما شرط بهاي الطول.
10. اوكي هلا بتمرينات البلاتس بنقدر بعد كل تمرين نعمل هذا البوز الريلاكسينج بوز وي هاج اور نيز بنستريح شوي. اوكي هلا التمرين الثالث ناخذ الرينك اوكي نكون قدام نرفع بنلف للشقه الثانيه نرفع بننزل اوكي نرفع بنروح نرفع بننزل اب اوفر اب داون طبعا ما بننسى النفس اب اوفر اب داون اب اوفر اب داون اب over up down up over up down هاي 10 هلا التمرين الوراء نحط الرينج بين اجرينا بين الفيت الاقدام وننطلع وننزل 1 2 3 4 inhale exhale ما بننسى 5 6 7 8 9 10 اوكي هلا بنحرك بنعمل تمارين لعضلات الايدين نفس الماسك اللي علمتكم اياها من هون في هذا له ثلاث مستويات التمرين الايزي اوبشن بنكون الايد هنا بنضغط 1 2 3 ريليس 1 2 3 ريليس تمام مرات 1 2 3 ريليس 1 2 3 ريليس 1 2 3 ريليس 6 7 8 9 10 هلا بنعمل بالسز صغار يعني نبضات سريعة 1 2 3 4 5 6 7 8 هلا الليفل الثاني من هذا التمرين انه الايدين فوق الكتاف مستريحة على الارض الايدين عاملين حركة دائرية مع الرينج بنعمل نفس التمرين السابق 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 اخر مره 1 2 3 هلا بنعمل البالسز اللي هي نبضات سريعه 1 2 3 4 5 6 7 8 هلا الهارد اوبشن تاع هذا التمرين انه ايدينا تكون اوفر هيد برضه مريحين كتافنا وظهرنا ملزق بالارض نعمل 1 2 3 ريليس 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هلا بالسز صغار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي هلا في تمرين اسمه بيدج اللي هو نطلع جسم زي جسر ونحط الرينج عند الركب بس مش على الركب لانه هذا الحكي بإذن الركب بنحطه تحت الركب بشوي لانه اذا بنحطه على الركب ممكن ناذي مفصل الركبة بنحطه بالوضع هذا بننزل اجرينا اوكي بنطلع هلا ظهرنا شوي شوي بنبلش بالفقرة اخر فقرة بالعمود الفقري بنطلع فيها شوي شوي لما نوصل لفوق بنعمل سكويز على الرينج وبنضلنا بنثبت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذا التمرين بشغل العضلات الداخلية من الفخذ كثير مفيد اوكي بنعمله مرة ثانية نطلع شوي شوي الظهر شوي 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 1 2 3 4 5 6 7 8
لما نصير الجسم مستقيم طبعا البطن لجوا مشدود كل عضلات الحوض. لما نوصل بهالبوزيشن نعمل سكويز على الرينج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 release وننزل شوي شوي. نعمله كمان مرة للتوضيح. اوكي مثل شوي 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 ونشد كل الكيج تبعتنا ونخلي ايدينا على جنب. لما نوصل الهايت اللي نقدر عليه منبلش نعمل سكويزينج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وننزل الظهر وبنعمل ريليس. هلا بدي اعطيكم تمرين لا على الجنب. اوكي للاجرين هدول بيشتغلوا على العضلات الخارجيه للاجرين. اوكي اوكي بنحط الرينج بين اجرينا بس طبعا زي ما قلت لكم عم مفصل الركبه كمان مفصل الكاحل ما بنحط عليه بنحط فوقه بشوي. هلا التمرين هيك بنبلش فيه جسمنا بده يكون مستقيم مشدود البطن مزبوط. اوكي بنثبت جسمنا هون لانه بس الاجرين اللي بدها تتحرك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هلا بنخلي الاجرين من جوا الرينج نفس الشيء بدنا نطلع وننزل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هلا بنعمل بالسز صغيره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهيك نكون خلصنا تمريننا لليوم. بس طبعا ما ننسى نعمل شقة تانية من الإجرين عشان يكون الاستفادة للإجر اليمين والإجر الشمال. بتأمل إنكم تكونوا استمتعوا معنا بحلقة اليوم من البيلاتس. أهلا وسهلا بكم. يعني يعطيك العافية كوتش هالة. شفنا مشاهدينا كيف تمارين البيلاتس الإنسان يعني ممكن يستخدمها بأي مكان وما في داعي لأنه أدوات كثيرة ومساحة كثيرة صغيرة بأي مكان ببيتك بمكان عملك ممكن أنك تستغلها. وهي البيلاتس كثير كويس إنها بتضلها منشطة عضلات الجسم إنه ما يصير في عندك حالة ركود. بالإضافة كمان إنها بتعمل عملية لما نعمل عمليات التمرين ونثبت عليه بخاصة منطقة البطن كثير مفيدة. مشاهدينا مكملين معكم فقراتنا بعد الفاصل.